يا حاج وليد، انت يا حاج يخرب بيتك انت وابنك. ايه يا وليد يا مالك؟ ابنك يا اخو يا ابنك. مال زفت الطين؟ لسه نايم يا حاج، لحد دلوقتي لسه نايم. ما هيطلع لمين؟ هيطلع ليك انت يا حاج، يخرب بيتك انت وهو. امك على ام الولد في ساعه واحده. بعدين في الواد يا اولاد مش جاي لي من وراء اي مصلحه؟ حدش ياخده يا اولاد ويديني بداله شاشه؟ ما عنديش شاشه. اخلص منه اخلص منه اخلص منه انا اخلص انت يا زفت الطين. ايوه يابا، انت لسه نايم لحد دلوقتي؟ انا يا دوب اعمل لك مصلحه واحده يا ابني، انفعني في حياتك مره واحده، انفعني مره واحده. قوم يا تروح لغيتي يا ابني، هي مش امك جتت عليك؟ قوم روح دلوقتي يا ابني، قوم يا هلا. حاضر يابا حاضر، خش انت يا حاج كمل نوم وانا بروح اتغدى دلوقتي. خمس دقايق يا حاج وهتلاقيني قايم دلوقتي حالا يا حاج. دقيقتين يا حاج اقوم دلوقتي. دقيقة واحدة يا حاج، دقيقة واحدة. تيجي دلوقتي لخبطك وافتح ده نفوخك يابا. يا ابراهيم، في ملح في الجمعيه؟ طيب خلاص هفطر واجي. طيب انت مين يا ابني، بتلعب ولا بتشتغل يا ابني؟ الملعب يابا، ما انت شايفني يابا، هولع في نفسي يابا، هولع في نفسي. طب خلاص ما تلكش كتير، روح هات الفطار من الدار وتعالى، هات الفطار امشي. حاضر يابا حاضر. يخرب بيتك على بيتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ Get your mouth.